سلام عليكم. أهيأ. هل تريد أن تلعب ألعاب جديدة ومجانية في 2020؟ أنت الآن في الفيديو الصحيح. في هذا الفيديو سأعطيكم أفضل 5 ألعاب مجانية لسنة 2020، واليوم سأعطيكم ألعاب غير معروفة كثيرا، فلن أذكر بعض الألعاب معروفة جدا مثل فالورنت أو مودرن وارفير، لن أقوم بذلك. سوف تجدون ألعاب جديدة لا تعرفونها غالبا. طبعا كل الألعاب رائعة ولا تحتاج لأجهزة قوية، وسيكون هناك أغلب الأنواع لأغلب الأذواق. ستستمتعون بالفعل بهذه الألعاب. وقبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك لنصل ل10,000 مشترك في أقرب وقت. فبدون إطالة في الكلام فلنبدأ. المرتبة الخامسة، سبيل بريك. هي لعبة باتل رويال مجانية كانت في البيتا المغلقة منذ فترة، والآن أصبحت متوفرة على الجميع. وهي لعبة باتل رويال مختلفة عن البقية، فهي تعتمد على الأبيليتيز والقدرات التي تستعملها. تختار شخصية من 6 كلاسات في اللعبة، كل شخصية عندها قدرات مختلفة ومتنوعة، يعني يمكنك أن تجد الشخصية المناسبة لطريقة لعبك. وطبعا سيتم إضافة شخصيات في المستقبل. الجرافيكس في اللعبة بستايل أنمي والجميل جدا، والجيم بلاي ممتع في اللعبة وتستحق التجربة بشكل كبير. اللعبة متوفرة على كل الأجهزة مع كروس بلاي، يعني يمكنك أن تلعب مع الإكس بوكس والسويتش والبي سي كلكم مع بعض، وهو شيء جميل جدا في هذه اللعبة. اللعبة جميلة جدا وأنصحكم به. في المرتبة الرابعة، سيكتورز إيدج. لعبة جديدة تشتغل على الأجهزة الضعيفة جدا، وهي لعبة شوتر مع بيئات قابلة للتدمير تماما. تقع في مجرة مستقبلية مع معارك مليئة بالإثارة والفوضى، وهي ممتعة جدا وتشتغل على الأجهزة الضعيفة. الوقت للقتل سريع جدا، واللعبة يمكنها أن تشتغل على بطاطا وحجمها صغير، مع ميكانيكس تصويب رائعة جدا. اللعبة حصرية على البي سي. يمكنك العثور على هذه اللعبة في متجر ستيم، أنصحكم جدا بها، فهي بصراحة ممتعة جدا وحجمها صغير، فيمكنك أن تحملها متى أردت. في المرتبة الثالثة، فانتزي سترايك. هي لعبة فايتينج مجانية جديدة وتشتغل على الأجهزة الضعيفة. اللعبة تتطلب ردة فعل سريعة وفيها كومبوز متنوعة، والشخصياتها كثيرة جدا، كل شخصية عندها الكومبو الخاص بها. الجرافيكس جميل ومناسب لأجواء اللعبة، وهي ممتعة جدا، وهي الآن متوفرة على جميع الأجهزة عدا الإكس بوكس للأسف. للي يلعبوا إكس بوكس للأسف لن تجربوها، ولكن للي يملك أي جهاز آخر أنصحكم بها. في المرتبة الثانية، Legends of Runeterra. لعبة جديدة من رايت جيمز تدور حول قصة League of Legends وشخصياتها، وهي لعبة كاردز مشابهة بشكل كبير جدا لهارتستون، وبصراحة أنا أستمتع بها أكثر من هارتستون. فيها كروت متنوعة وكل شخصية عندها قدرة، واللعبة تحتاج لتخطيط بشكل كبير للفوز. إذا أنت تعرف هارتستون فسوف تستمتع بهذه اللعبة بصراحة. فيها كروت أكثر، فيها تنوع، وبصراحة فيها تنوع لأنه الشخصيات في ليج أوف ليجندز أكثر تنوعا من عالم وورلد أوف ووركرافت، خاصة إذا تعمقت بالقصة. فبسهولة رايت جيمز قاموا بصنع شخصيات وكروت كثيرة ومناسبة للعبة. الصراحة اللعبة رائعة جدا وحجمها صغير أيضا. اللعبة رائعة جدا وأنصحكم اكتشافها وتجربتها. لعبة متوفرة على البي سي والموبايل. في المرتبة الأولى، اللعبة الأسطورية Genshin Impact. لعبة RPG كو-أوب ممتعة بشكل مجنون يا جماعة. اللعبة إدمانية بشكل غير معقول. لعبة بشخصيات كثيرة، كل شخصية عندها قدرات متنوعة، ويمكن استعمال 4 شخصيات بنفس الوقت، مع قصة رائعة جدا. نعم، لعبة مجانية مع قصة رائعة، وفي نفس الوقت يمكنك أن تلعب وتختم اللعبة مع أصدقائك. والجرافيكس فيها والمؤثرات عند استعمال القدرات رائع جدا. اللعبة ألعبها كثيرا هذه الأيام، وإذا تريدون مراجعة كاملة لكي أذكر مزايا اللعبة وكل شيء ومشاكلها يعني، فأكتبوا لي في الكومنتس، فأنا مستعد لكي أقوم ب
مراجعة كاملة لهذه اللعبة، ولكن أنصحكم بها. اللعبة متوفرة على البي سي وأيضا الموبايل. هذه كانت قائمة اليوم. لا تنسى اللايك والاشتراك، ولا تنسى تحميل هذه الألعاب والاستمتاع بها طبعا. هذا كان فيديو اليوم. انشروا الفيديو في كل مكان لتنتشر القناة بسرعة وتشجيعي على القيام بفيديوهات. سلام عليكم.